بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ مواقف البخل عند برج الجدي. برج الجدي محكوم من زحل، اسمه جدي لان هو بيتسم بالجدية والعملية والنظامية والرسمية، ومش فاضي يضحك ولا بيعرف يضحك اصلا، ولا بيهزر ولا بيقول نكت ولا الكلام ده كله. صفة البرج كبرج هو الجدية والصرامة والالتزام، لدرجة ان هو متشائم وسوداوي من الداخل، زيه زي العقرب كده. فطبعا لو انت يعني انسان وبتفهم، ما تعودش تقولي اصل الممثل الفلاني من برج الجدي وبيضحك، اصل في كائنات من برج الجدي وبتضحك. معروف ان هم بشر وبيضحكوا، احنا بنتكلم عن صفات البرج المجردة. واتفقنا قبل كده في قواعد ان الانسان هو مجموعة ابراج، وده شيء تاني وخلصنا القصة دي، لكن احنا بنتكلم عن البرج المجرد من اي حاجة تاني، المجرد من الطالع، المجرد من الاتصالات، المجرد من البرج القمري، البرج المجرد كبرج الجدي المحكوم من زحل. ده برج ترابي، زحل يمثل الشيخوخة والعواجيز والناس اللي عندهم العقلية بتاعت زمان، هو لازم تدخر فلوس لحد يوم القيامة ويفضل ماشي حافي ويورث لأولاده أو يورث لأولاده ملايين الملايين وهو كان ماشي حافي في الشارع. فالعقلية دي هي العقلية التي يولد بها برج الجدي، سواء كان ابن الملك، سواء كان ابن الملكة، سواء كان هو نفسه الملكة إليزابيث، هو نفسه أي حد. عقيدة البخل وعقيدة الادخار موجودة. الادخار شيء لطيف احنا بنستخدمه عشان نحوش فلوس ونشتري شيء وبعدين بنفك الزنقة. يعني الادخار انت بتعمله عشان تشتري سيارة وبيت وفيلا وكذا حاجة، وبعد ما بتخلص الادخار اللي انت كنت بتدور عليه خلاص بترجع طبيعي شوية وتبتدي تفك حياتك وتصرف وتعيش وتاكل وتشرب 10 على 10 وتمام التمام. برج الجدي عايش حياته من اول صفر لحد ما يموت على سياسة الادخار، لو بطلها فهو بيبطلها اياما معدودات وبيرجع لها تاني، او فترات معدودات ويرجع لها تاني. صفة الجدي هو البخل وبس. في المطاعم ما يحبش يروحها اصلا ولا يحب يحاسب، في شراء اكل من البقاله او من السوبر ماركت او من يعني من اي مكان بيبيع اكل مفيش الكلام ده، هو بيدخر الاكل في البيت او هو بيحب يجيب الطبيخ ويطبخ مع نفسه في البيت عشان يوفر. مبدا التوفير هو مبدا اساسي في حياه برج الجدي، لازم يوفر فلوس من تحت تقاطيق الارض، يدور يدور في كل الاماكن ويوفر فلوس. في براندات غاليه بتبيع حاجات جيده الثمن ويعني وفلوسها فيها، زي ما بيقولوا كده ايه، الغالي ثمنه فيه. برج الجدي لا يقتنع بهذه المقولة بتاع الغالي ثمنه فيه، وعلى هذا الاساس بيروح يلف السوق كله علشان يدور على شيء ارخص في السعر ويديله مثلا جودة اعلى. طب كيف انت تجمع ما بين الاثنين، الجودة الاعلى وما بين الارخص في السعر؟ فانت هتتعب في الموضوع ده شوية. فبرج الجدي عايش حياته كلها على هذا النظام، كيف يدور الارخص في السعر والاعلى جودة بقدر المستطاع. فدي معادلة صعبة مش موجودة. معروف ان الشيء الغالي بيكلفك فلوس، او الشيء الغالي بيكون يعني اعلى بشوية من الشيء الاعتيادي او الشيء الرخيص او المستهلك او التقليدي او اللي الصين بتعمله او حاجات زي كده. هو والله لا يعترف كتير بموضوع الجودة العالية قوي، هو عايز حاجة تمشي حاله وخلاص، عايز حاجة للاستهلاك والدعك والتكسر وتشيل والخط، وعايز حاجة تفضل قاعدة معاه 20,000 سنة لآخر يوم في حياته ما يبدلهاش. هو بيحب يبني ويشتري على سياسة النفس الطويل، لدرجة ان هو يورث التلاجة والغسالة والبوتاجاز والتكييف ويورث كل حاجة لأولاده. هو عايش بالمبدأ ده، يروح يشتري كوباية، عايز يشتري كوباية من التيتانيوم، من الحديد، من الصخور، من الجرانيت، عشان يبقى يورثها لأولاده. عايش بعقلية العواجيز والفقراء. واتكلمنا ان هم بيعملوا حاجة اسمها تسول الفلوس عن طريق الدراما، وبيدعي الفقر وبيقول انا ما معيش، وانه بيروح يجيب بطاقة صراف ويحط فيها 5 ريال، وانه برج الجدي بيقول والله يا جماعة الخير انا ما عنديش الا 5 ريال، وهو عنده حساب تاني فيه ملايين، ودي اللعبة اللي بيلعبها برج الجدي. معروف هذا البرج، انا بينه وبينه يعني مصانع الحداد، وان شاء الله رب العالمين هنستمر زي ما احنا كده مستمرين في برج الجدي. انا كنت ناوي اقلب على برج القوس لكن بصراحه ما جاليش قلب، وفي نفس ذات الوقت يعني ايه لسه القوس بجهز له كمان شويه، لكن الجدي ده
في مواقف بخل عنده غريبة عجيبة الشكل، كل يوم تخليك تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهو طبعا يفتكر انه بخله ده مضر لينا احنا، احنا مش فارق معانا حاجة، مش زعلانين. لكن المشكلة بقى لما تيجي تضرنا، يعني انت يا راجل بتدخر فلوسك وبتبخل بيها، انت حر، فلوسك وانت حر فيها. لكن المشكلة بقى انك تيجي تسحب من فلوس الناس، التسحب من فلوس الناس هو ده اللي غلط. ففي الاكل يخليك انت اللي تدفع، عب بنزين انت اللي تدفع، تشتري شيء انت اللي تدفع، تجيب هدايا ليه هو بس هو ما يدفعش، كل حاجة بس هو ياخد ما يدفعش، ياخد ما يديش، ويحب يعيش على قفا النسوان. يعني البرج ده فيه ميزة كده انه يحب يعيش على قفا اي حد، حتى ولو واحدة عمرها 18 سنة وبتاخد مصروف من ابوها يعيش على قفاها، وهو موظف وعنده 40 سنة ويعرف واحدة 18 سنة ويخليها هي اللي تصرف عليه. ده الشيء المستفز اللي اتحكالي من الناس نفسهم، وما زال كل يوم بيتحكي لي قصص، اللي هو الجولد ديجر ده، شخصية كلاب الفلوس، اسمها كلاب المال، شخصية كلاب المال، اللي هو انا بس عايز اخد فلوس منك حتى لو انا ابويا هو رئيس الجمهورية. الفكر في الدماغ انه ما ياخدش الحاجة بسهولة، يحب يتعب ويكافح. طب انت عندك الفلوس، عندك مليارات في البنك، لا ما يعني دي مليارات جت سهلة كده من ابوه، ما يحبش كده، هو يحب كيف يوقعك وكيف ياخد منك مبالغ صغيرة. طيب يعني انت ايه قصتك في كده، ايه قصة الكفاح اللي عندك في كده؟ هو بيحب الموضوع ده، برج اتخلق علشان يعيش المحنة الصعبة والمواقف الصعبة، ويعني ان هو ينحت في الصخر، وان هو جاب الفلوس بالتعب وبالمجهود وبعرق الجبين، هو كده عايش حياته بهذا الشكل. فبرج الجدي برج مختل عقليا من جهة الفلوس، يحسبها بالورقة والقلم ولنفسه بس، على الآخرين ينهب أبوه، ينهبه، يسحب فلوسهم كلها، يعني لو طال ياخدهم يبيعهم ويشتري بهم فلوس اتس اوكي. فلما واحدة بقى تيجي تتجوز رجل من برج الجدي وتشوف فيه كده مشفوح، البرج المشفوح، البرج اللي لسه كانوا مطلعين عليه كلمة النهاردة، الغريب ده، الهيلج ده، برج الهيلجية، ايوه والله انه هيلج. ف برج غريب، برج كده يحسك ان في شيء في الكون بيقوم، ان يوم القيامة قرب يقوم ولازم يجمع الفلوس وياخدها ويجري، او مش عارف يجري بقى فين، بس هو ياخدها ويجري وخلاص، يحسسك ان خلاص القيامة هتقوم. تحس كده ان البرج ده جاي من مجاعات افريقيا، انه اول مرة يشوف نعمة، ولا اول مرة يشوف خير، ولا اول مرة يشوف فلوس، ولا اول مرة يشوف اكل، ولا اول مرة يشوف شرب. برج غريب الشكل، محوط على الدنيا، احنا في مصر نقول محوط، محوط يعني من القحط، من الجفاف، من ان هو خلاص قالك ان الدنيا دي هي اخر حاجة في الحياة وما فيش لا قبلها ولا بعدها، فانا لازم استولي على كل شيء. واسطورة برج الجدي بتقول ان في مخلوق كان دايما بيبتلع ولاده علشان ما يمسكوش السلطة مكانه، دي اسطورة الكابريكورن، اسطورة الكابريكورن، ان ده واحد بيبتلع ولاده عشان ما ياخدوش منه السلطة، زي فرعون كده. فرعون قالوا له والله فيه ولد هيخرج منك او من بني اسرائيل وهياخد الحكم منك، نفس النظام، مسك كل العيال، يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، خلاص فرعون واحد من الفراعنة. فمن هو الفرعون اللي كان يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم؟ كان من برج الجدي، فمحدش يقوم بهذه الفعلة الا اذا كان من برج الجدي، ويطلع قدام الناس ويقول لهم انا ربكم الاعلى. نفس التكبر والعنتزه والغرور والديكتاتوريه اللي في الاسد تلاقيها برضو موجوده في الجدي، مع الفارق ان الاسد كريم جدا ومعطاء وعادي جدا والامور عنده سهله وسبهلله عادي، انما الجدي ديكتاتور وبخيل، فيعني الديكتاتوريه مع البخل. لكن الاسد ديكتاتور كريم عادي، يسيب الناس تاكل ويسيب الناس تعيش ويسيب الناس ماشي حياتها. انما اذا كان على الجدي فهو لو يطول يبلع الناس نفسه ما هيبلعها، يطول ياكل الناس نفسه ما ياكلها. نفس النظام الطور، برج الطور ديكتاتور وبخيل ومعفن كمان، نفس النظام بتاع الجدي. الطور والجدي لما بينتحسوا بيبقى نفس الفصيل ونفس الصفة، ديكتاتور بخيل. ويا ما هتلاقي في التاريخ ديكتاتوريين وبخلاء من برج الطور، عندهم مليارات المليارات شايلينها في البنوك بره، لكن في الشعب ما يدلوش حاجة. لذلك الحياة مع برج الجدي هي حياة قصر العمر،
بكل معانيها، بكل أشكالها، بكل صورها، لا مشاعر، لا حب، لا أحاسيس، لا تعاطف، لا تضحية، لا كلام حلو، لا أي شيء. حتى الكلام الحلو يعني حلو اللسان قليل الإحسان، بس عشان ياخد مصلحته، بعد المصلحة ألف سلامة يقلب عليك. معليش، هو كان بيقول لك كلام حلو عشان المصلحة بس. شغال بمبدأ لو لك حاجة عند الكلب قول له يا سيدي، وبالنسبة له إن كل الناس كلاب ولازم كل الناس نقولهم يا سيدي وقت ما نحتاج بس المصلحة، وغير كده لأ. عادي تلاقيه كده مرة واحدة يقلب قطة مغمضة، ويقلب كيوت، ويقلب العنز المطيع والخروف المطيع، الماعز الأليف. يعني إذ فجأة متى يتحول برج الجدي إلى الماعز الأليف؟ عندما يكون في حاجة فلوس عنده، معليش، ساعتها يقلب الماعز الأليف. طيب إيه مواقف البخل اللي إحنا قلناها؟ والله إحنا قلنا مواقف بخل كتير، وضيف عليهم المواقف اللي أنا قلتها دي. فبصراحة وباختصار شديد، اللي عايز يتجوز من البرج ده يتجوز، ويعني يتحمل نتيجة قراره. اللي عايز يصاحب من البرج ده يصاحب ويتحمل نتيجة قراره. اللي عايز يعمل أي حاجة في حياته مع البرج ده، برج المعيز المعفن، هو حر ويتحمل نتيجة قراره. بعد سنة، بعد اتنين، بعد شهرين، بعد شهرين ونص، من أول شهر، من أول ثلاث شهور. في ناس الحمد لله الموضوع ده ظهر معهم بدري بدري، يعني في الأيام الأولى كده، أو تاني يوم في ليلة الدخلة سابها وراح الدوام، أو سابها وراح الشغل، علشان أخونا في الإسلام من الذين يعبدون حاجة اسمها العمل، ويعبدون الدوام، ويصلون للدوام وللشركة والمصنع، يعني عابد الفلوس. ممكن يكون خايف ان هو ياخد شهر عسل علشان ما يتخصمش من راتب، ولا مش عارف ايه، ما تدري كيف البرج ده بيفكر صراحة، او ايه اللي بيدور في دماغهم بالظبط. فلذلك البرج المريض ده اللي مريض بالبخل وحب الفلوس وادخارها وتحويشها، ويدور على كوبونات الخصم وكوبونات التخفيض واخر الموسم كده، يعني دماغه كلها كيف انه ما يدفعش فلوس، يدور بقى تخفيض، يدور حد يدفع له، يدور حاجة قديمة ويعمل لها اعادة تدوير وتصليح، المهم ما يدفعش فلوس. اتصرف باي طريقة كانت، باي اسلوب كان، يوصل للمحصلة انه ما دفعش ريال واحد. هو ده الهدف النهائي والهدف الأساسي لحياة برج الجدي، يجمع فقط، يدخر فقط. فبشر ما هم بشر، أوادم ما هم أوادم، مخلوقات بتتقي الله كده لا، ده اللي محكوم من زحل النحس الأكبر. فيعني سبحان الله، فيهم صنعة غريبة عجيبة الشكل، مواقف بخل أنا ما شفتش كده ولا عمري بتحكالي كده قبل كده، يعني أول مرة أشوف المواقف دي مع البخلاء دول. فسبحان الله، خليهم يجمعوا الفلوس على قلبهم قد كده، هو مليارات زي جيف بيزوس. ونشوف بقى جيف بيزوس لما حصلت كورونا قال لك والله انا هنعمل صندوق جمعيه خيريه علشان نجمع فيه تبرعات للموظفين اللي عندي. طب يا ابويا ما انت عندك فلوس تسد عين الشمس. لا والله معلش، اصل الفلوس دي بتاعتي انا، وانا محتاجهم عشان امي بتعمل جمعيه. فجيف بيزوس والله صراحه صعب عليا شخصيا. فيا جماعه الخير، اللي يعيش مع برج المعيز يستحمل اللي جيله، ومحدش يجي يشتكي منهم تاني. انا يعني بعمل لكم فيديوهات كتيره كل شويه توعيه، وكل شويه بتكلم انا كده بخسر ناس، يعني عادي نخسر ناس، اتس اوكي. وانما دي الحقيقه، ان ده برج بخيل جدا فوق ما اي حد يتخيل، بخل، حرص، ادخار، تسول الفلوس عن طريق الدراما، يدور كوبونات خصم، اكواد تخفيض كده، اللي هو انت فاهم، اللي هو عايز كل حاجه تجيله بدون ما يدفع ريال واحد، بدون ما يدفع هلله واحده، بس هو عايش حياته كده. بس قصته في الحياة إنسان يقوم على البخل. شكرا، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة.